رجل جدا بشع. خالد بن سفيان رجل ضخم جدا، بشع إلى درجة عنيفة، وقوته بألف رجل، كان ألف رجل ما يقدر يوقف أمامه من قوة هذا الرجل. رجل بشع إلى درجة أن الأمهات كانوا يخوفون أولادهم بخالد، فإذا سوى غلط أو ما نام بدري يقولون تعدل ولا بنجيب لك خالد، من بشاعة هذا الرجل وقد إيش كان يخوف. في يوم من الأيام هذا الرجل جمع جيش كامل، وكان نيته أنه يتوجه إلى المدينة ويحتلها بالكامل ويقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه إن أرسل له رجل واحد فقط، أعدم لهم الإعدادات كاملة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم يا رب العالمين. كيف حالكم؟ إن شاء الله أنكم بخير وأموركم إن شاء الله طيبة. قصة اليوم قصة اغتيال، مو معركة ولا شيء، بس اغتيال مو زي أي اغتيال، لأن الرجل اللي راح يغتالونه اليوم رجل قوي جدا، ومو بس قوي، بشع إلى درجة أنك إذا شفته كأنك شفت الشيطان من بشاعة هذا الرجل. يعني شيء فظيع، تخيل أنك لو شفت هذا الرجل كأنك شفت إبليس أمامك من بشاعة هذا الرجل. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيته أخذتك قشعريرة. كالعادة جهز لك شيء تأكله وبسم الله نبدأ. بعد معركة أحد، واللي صار في معركة أحد من خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، انتشر خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فحصل في مكة احتفال كبير بمقتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد معركة أحد، وهذه السالفة بعد أيام بسيطة بعد المعركة. احتفال بالنصر واحتفال بمقتل النبي صلى الله عليه وسلم، قتلنا محمد يا رجال، بس ما كانوا يعرفون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا زال حي. ففي نصف الاحتفال والفرحة اللي كانوا فيها، النساء ترقص والخمور تسكب، دخل عليهم رجل بخبر لخبط الاحتفال كامل، فقال لهم أن محمد لازال حي. فوقفوا الرجال كلهم وقالوا: كيف حنا قتلنا محمد؟ فوق أن الخبر نكد عليهم، الاحتفال ما صار كامل، ما يقدرون يكملون الاحتفال ولازال محمد حي يرزق. فكان من بين اللي وقفوا هذولا خالد بن سفيان، رجل بشع جدا وقوي إلى درجة فظيعة. معروف خالد بن سفيان أنه ألف رجل ما يقدر يوقف أمامه من قوة هذا الرجل. كان يركب على الخيل ورجوله تسحب على الأرض من كبر هذا الرجل. فارتفع صوت خالد بن سفيان وقال: تالله ما نرجع نحتفل من جديد إلا برأس محمد، جهزوا الجيوش يا قوم. فجهزت قريش جيش ضخم جدا، وكان القائد عليهم خالد بن سفيان. قيل بأن الجيش 3000 رجل، نفس عدد الجيش في معركة أحد، بس نيتهم هذه المرة هي فعليا احتلال المدينة كاملة. يعني بيدخلون المدينة يأخذون المدينة لهم، تصير المدينة لقريش رسميا، ومنها يقتلون محمد بالمرة. جهزوا الجيش هذا وتوجهوا إلى منطقة اسمها عرنة، وخيموا في هذه المنطقة. إلينا الحين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما يعرفون بخبر هذا الجيش، بس أول ما وصلهم الخبر وقف النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يأتيني برأسه؟ ما حد وقف من الصحابة، كل واحد ينتظر الثاني يوقف، لأنهم عارفين أن خالد بن سفيان هذا جدا رجل مرعب. إلا رجل من الأنصار جهني اسمه عبد الله بن أنيس وقف، قال: يا رسول الله ماذا له؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: له الجنة. قال: أجلان لها، أنا أبغى الجنة. في يوم جاء خارج عبد الله بن أنيس قال: يا رسول الله صفه لي، أنا ما أعرف خالد بن سفيان هذا، ما أعرف لا شكله ولا أعرف خبره ولا أعرف هل هو قوي ضعيف، أنا رايح أبغى الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله إذا رأيته أخذتك قشعريرة. من بشاعة هذا الرجل وأنه فصيح وأنه أفصح قريش لسانا، إذا جلست معه أعجبك منطوقه. رجل إذا تحدث كان فصيحا. أخذ عبد الله بن أنيس عدته وأخذ خيله وتوجه إلى هذا الجيش. يقول عبد الله بن أنيس: توجهت إلين قربت من الجيش، يوم قربت من هذا الجيش جاء وقت صلاة العصر، وخفت أني أدخل في الجيش هذا وأقتل، وخفت أني برضو أصلي وأحد يرقبني من بعيد ويعرف أني من أتباع محمد ومن صحابة محمد، فما كان معي حل إلا أني أصلي برأسي. وفعليا وأنا متجه إلى هذا الجيش كنت أصلي برأسي صلاة العصر، كنت خايف أنهم يقتلوني وباقي ما قد صليت صلاة العصر. شوف حرصه مع الصلاة. وقف عبد الله بن أنيس بعيد وجلس يفكر في خطة بحيث أنهم ما يحسون بأنه من أتباع محمد أو من صحابة محمد. يقول عبد الله بن أنيس: جلست أفكر إلين جاتني فكرة، بسوي نفسي أني من الأعراب وضعت لي ناقة وجالس أدور عليها، وفعليا دخلت بين الجيوش هذه وكانوا عسكرين، وأصيح ناقتي، أحد شاف ناقتي؟ مشت الخطة
شنطه وجلسوا يدوروا له ناقده، بس وقفوه وقالوا له من انت وش جابك هنا اصلا؟ قال انا رجال سمعت بان في جيش رايح يقتل محمد هذا، وانا ديني ودين محمد هذا ما احبه، رجل انا ودي من زمان اكون في جيش واقاتل محمد، وسمعت بهذا الجيش وانا جيت عشان انضم لهذا الجيش. قالوا بس هذا هو الجيش، مشت الخطة إلينا الحين. إلينا الحين الوضع تمام، فعليا مشت عليهم الخطة وبديت أتقرب منهم زيادة وزيادة. يقول وصرت أدور لخالد هذا، يقول عبد الله بن أنيس، وأنا أدور التفت لرجل من هناك وفعليا أخذتني قشعريرة زي ما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، أخذتني فعليا قشعريرة، وجهها بشع، فعرفت أن هذا هو خالد ابن سفيان. فذهبت إلى خالد هذا وقلت له عن سالفتي وإني رجال جاي بحلالي ومالي وقاتل محمد هذا اللي ماني حابه جدا ومن زمان نفسي أقاتله. في يوم سمع خالد بن سفيان هذا الكلام قربه منه، قال أنت أجل جنبي دام جاي بالحقد هذا كله، هذا اللي نبغاه، خليك أنت جنبي. فما كان متوقع عبد الله بن أنيس هذا الموقف، واستغل هذا الموقف لصالحه. فبديت أتقرب إلى خالد وصرت أخدمه وصرت حول خالد عسى تجيني الفرصة أني أغتاله. فعليا صار قريب جدا من خالد ويتقرب من خالد كثير، ولاحظ خالد، لاحظ أن هذا الشخص جالس يتقرب منه كثير، وانعجب به جدا، انعجب ببطولته وشجاعته. يوم حل الليل قال خالد بن سفيان ننام الليلة والصباح بكرة نتجه لقتل محمد ونغزو المدينة كاملة نحتلها كاملة. في يوم حل الليل وكل واحد اتجه لخيمته، جاء عبد الله بن أنيس الخالد وقال له يا خالد أنا رجال بنام معك الليلة، أبغى أنام معك في خيمتك. قال خالد من أنت عشان تنام معي في خيمتي؟ من أنت عشان تنام معي في الخيمة؟ أنا خالد بن سفيان، أنا كبير قومي. قال عبد الله بن أنيس سمعت بأنك شاعر وأنا شاعر، فحبيت أني أساهرك في الشعر في هذه الليلة. قال تحفظ ولا تقرض؟ يعني تكتب الشعر ولا تحفظه فقط؟ قال عبد الله بن أنيس أنا أحفظ وأقرض. قال له خالد سمعني من اللي عندك، فبدأ يسمع، فصار عبد الله بن أنيس يقول له بيت من الشعر ويرد عليه خالد بن سفيان ببيت من الشعر، فصاروا يترددون بالشعر، هذا يقول بيت وهذا يقول بيت، إلين انعجب خالد بن سفيان وقال له أجل أنت بتنام معي الليلة، نبغى نكمل مرددات الشعر هذه في الخيمة. ومشت الخطة زي ما أراد عبد الله بن أنيس، توجهوا للخيمة وبدوا يتساهرون بالشعر، وكان هذا يقول بيت من الشعر وهذا يرد عليه طول الليل، إلين بدأ ينعس خالد بن سفيان، بدأ يطيح رأسه، وعبد الله بن أنيس على أعصابه، نام يرحم والديك نام، ينتظر بس إنه ينعس. وكان عبد الله بن أنيس مخبي السيف بين ملابسه، بينه وبين ملابسه سيف كبير بحيث أنه ما حد يعرف أن السيف معاه في الخيمة. إلين بدأ يطيح رأسه وعبد الله بن أنيس على أعصابه، فعليا قال خالد بن سفيان أما أنا والله جاني النوم، وجات الفرصة الحلوة، بدأ يتجهز خالد بن سفيان للنوم، اضطجع عشان ينام الحين، خلاص صار مضطجع يبغى ينام خالد بن سفيان. فعليا عبد الله بن أنيس سوى نفسه إنه نايم جنبه، مسوي نفسه إنه نايم ويشخر عشان ما يحس إنه لازال صاحي، وينتظر متى يسمع شخير خالد بن سفيان عشان يكمل على شخيره هذا ويقطع رأسه. أول ما سمع شخير خالد بن سفيان قام عبد الله بن أنيس وطلع سيفه واقطع رقبته وامسك رأسه واقطع الرقبة كاملة، فك رأسه كامل، وبدأ خوار خالد بن سفيان يطلع من الخيمة، وبدأ الجيش يسمعون صوت خواره، هذا مو بشخير، هذا خوار شديد جدا، يعني كأنك تذبح ثور. فعليا أخذ عبد الله بن أنيس رأسه وانطلق بين الجبال، وتجمع الجيش كامل من النساء والرجال حول خيمة خالد بن سفيان، كشفوا عنه لقيوه بدون رأس وعبد الله بن أنيس مو موجود. فبدأ النساء يلطمون ويشقون ثيابه من هول الموقف اللي شافه خالد بن سفيان العظيم هذا كامل يغتال بهذه الطريقة. اندس عبد الله بن سفيان بين الجبال، الحين عبد الله بن سفيان بين الجبال ما قدر يتحرك عشان لا يروحون يدورون للي قتله، أكيد أنه بيكون في طريقه للمدينة. فاندس بين الجبال لمدة 3 أيام يأكل من خشاش الأرض، يأكل أوراق الشجر، شوف بطولتهم، فكان يقطع أوراق الشجر ويأكله لمدة 3 أيام. طبعا جيش خالد بن سفيان يوم قتيل خالد بن سفيان كسلوا ورجعوا بالجيش كامل، رجعوا إلى مكة، ورجع عبد الله بن أنيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو راجع في الطريق من قوة التعب اللي وصل فيه عبد الله بن أنيس صار نحيف جدا ومهلوك من قوة التعب، لكن كل هذه في سبيل الله وفي سبيل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة الدين. وصل عبد الله بن أنيس إلى النبي، وكان النبي واقف يستقبل عبد الله بن أنيس مبسوط النبي جدا، منتظرين الصحابة كلهم
مع النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم شافوه مقبل من آخر الدنيا من هناك، شافه النبي صلى الله عليه وسلم وقف يصرخ النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد: أفلح الوجه، أفلح الوجه. في نادي عبد الله بن أنيس من هناك: قتلته يا رسول الله، قتلته يا رسول الله. ومعه الراس، ويصيح النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح الوجه. في يوم وصل عبد الله بن أنيس ومعه راس خالد بن سفيان، قال: قتلته يا رسول الله بكل فخر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت يا عبد الله، صدقت. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم رأس خالد بن سفيان، وكان ضخم، فكان النبي يمسكه ويهزه يقول: هذا اللي يبغى يقتلني، هذا اللي يبغى يقتلني. لكنها النصر من الله سبحانه وتعالى. فجأه النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى حجرته، وخرج معه عصا، وأعطى العصا هذه لعبد الله بن أنيس. فكان عبد الله بن أنيس فرحان بالعصا، عصا من النبي صلى الله عليه وسلم. إلين سألوه الصحابة: يا ابن أنيس، ما هذه العصا؟ قال لهم: والله النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني إياها وأمرني أني أتمسك بها، وين ما كنت. قالوا: أولا ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله عما وعدك؟ ألا تسأله عن ذاك الشيء؟ يقول عبد الله بن أنيس: فعليا رجعت للنبي صلى الله عليه وسلم وقلت لها: يا رسول الله، لما أعطيتني هذه العصا؟ فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: آية بيني وبينك يوم القيامة، آية بيني وبينك يوم القيامة. إن أقل الناس المتخصرون يومئذ، يعني قليل اللي مع عصا يتكي بها يوم القيامة، فبعرفك، فتكون آية بيني وبينك. وعبد الله بن أنيس واحد منه، فقرنها عبد الله بن أنيس بسيفه، فصارت مع سلاحه، وين ما كان ينام معها، يروح معها في أي مكان تكون معها هذه العصا، حتى يوم مات دفنت معه في قبره، فكفنت معه هذه العصا. فعبد الله بن أنيس كتب أبيات عن شرف قتله لخالد بن سفيان، قال فيها: تركت ابن ثور كالحوار وحوله نوائح تفري كل جيب مقددي، تناولته والطعن خلفي وخلفه بأبيض من ماء الحديد مهندي، عجوم لهام الدارعين كأنه شهاب غضم من ملهب متوقدي، أقول له والسيف يعجم رأسه: أنا ابن أنيس فارسا غير قعددي، أنا ابن الذي لم ينزل الدهر قدره، رحيب فناء الدار غير مزندي، وقلت له خذها بضربة ماجد حنيف على دين النبي محمد، وكنت إذا هم النبي بكافر سبقت إليه باللسان وباليد. إلين هنا وصلنا لنهاية قصة اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.